المحامين المعينين ومن بينهم أيضا ستة محامين حضروا لمؤازرتي من خارج المغرب، يتقدمهم نقيب سابق لهيئة المحامين بباريس وهو في نفس الوقت رئيس سابق لهيئة الحقوقية الفرنسية. ولا بد من أن نعطيكم وجهة نظرنا فيها. الملاحظة الأولى التي لاحظها الجميع هو أن المتهمين وخلافا لكل القواعد والأعراف المنظمة للسير العادي للمحاكمات حرصوا عند دخولهم إلى القاعة إلى رفع شعارات والتصريح بعبارات وأقوال لا علاقة لها، وأن هؤلاء المتهمين أو على الأقل بعضهم لم يتعاملوا مع المحكمة وفقا للقواعد المنظمة للمحاكمة العادلة، وكانوا وصدرت عنهم أقوال فيها مس بالاحترام الواجب للمحكمة. حقا أن القانون أن الدستور أن القانون يسمح للمتهم بأن يلجأ إلى الصمت، لكن يجب التمييز بين اللجوء إلى الصمت وبين رفض الجواب. رفض الجواب ليس صمتا، رفض الجواب هو تهرب من الجواب، خصوصا أن الأسئلة التي كان يطرحها دفاع الطرف المدني هي أسئلة مستمدة من تصريحاتهم لدى الضابطة القضائية.